اذا المستوى وزاره التربيه الوطنيه مع الاسف ان الامور يعني تقريبا الموسم الدراسي يعني مشى، ومع الاسف اننا باقيين المشاكل المطروحه منذ سنوات لا زالت يعني تراوح مكانها. كان عندنا لقاء كان المفروض انه يكون يوم 11 دجنبير، ولكن مع الاسف تم التعليق ديالو من طرف وزاره التربيه الوطنيه، لان في نظرنا كان المفروض ان الوزاره في ذاك النهار كان خصها تجيب الاجوبه على المشاكل المطروحه، ولكن يبدو ان لا الحكومه ولا وزاره التربيه الوطنيه ما مهيئينش، وهذا مؤسف. اذا الاجتماع تاجل حتى 2 يناير 2020. تم الاجتماع، طرحت واحد المجموعه تاع الملفات، ولكن باقي يعني وزاره التربيه الوطنيه خصها تستشر مع وزاره الماليه والوظيفه وتستشر على مستوى الحكومه، وباقي ملفات عديده اللي مازال ما بديناش فيها الكلام. ومن بين هذه الملفات هذه في نظري كاين ملف تاع التعاقد، الملف الكبير اللي دابا مقبلين على يعني محطه احتجاجيه لمده 4 ايام. كاين ملفات اخرى بالطبع تاع يعني خارج السلم والدرجه الجديده، وكذلك ملف كبير، وهو كاين في اتفاق 26 ابريل 2011 وكان المفروض ان وزاره التربيه الوطنيه تحلو. ملف المبرزين هو الاخر، اتفاق 19 ابريل 2011 كذلك. الملف تاع المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين، ملحق الاقتصاد وملحق الاداره، بمعنى ان هناك العديد من الملفات اللي وزاره التربيه الوطنيه يجب مع الحكومه انها تلقى الحلول يعني اللازمه وبسرعه وبالاجتماعات اللي تكون قريبه باش اننا يعني نخرجوا بنتائج وما يدوش هذه السنه هذه بحال السنوات السابقه. ملف حاملي الشواهد هو الاخر، هو واحد الملف اللي يعني من المفروض انه يتم الحل ديالو، لان الخلاف ما بين وزارة التربية الوطنية والنقابات والمعنيين ومعنيات بالأمر في نظرنا هو خلاف بسيط. الأمر يتعلق بتغيير الإطار من أستاذ التعليم الابتدائي والإعدادي إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، يعني لا نكتفي فقط بتغيير السلم والترقية إلى السلم 11، وهذا الأمر هذا في نظرنا قابل للمعالجة. وفي الاجتماع تاع 2 يناير 2020 يعني تم الإقرار من طرف وزارة التربية الوطنية بأن الملف قابل للمعالجة، ونتمنى أنه يتم المعالجة دياله في أقرب وقت، لأن هو الآخر عمر طويلا منذ 2015. ملف زنزانة سعود هو في أمور اللي خصها تعالج، كذلك الملف تاع ضحايا النظامين، هناك 3 فئات، الفوج تاع 93 94، والفوج تاع الممونين الافواج ديالهم كاملين، ويعني ضحايا النظامين يعني اللي ما استوفاوش الشروط، رغم انه تمت الاضافه لهم تاع 3 سنوات أو 4 سنوات، ولكن لم يستفيدوا. هذا في نظرنا وزاره التربيه الوطنيه طلبت منا في هذا الاجتماع تاع 2 يناير واحد المهله نتاع الوقت حتى تقوم بالدراسه نتاع الملف من اجل ايجاد الحلول الناجعه. نتمنى الاجتماع نتاع 21 يناير ان الوزاره تجي وتجيب معها يعني الاجوبه على الملفات كامله. الملفات كاينه عند الوزاره، الملفات المطلبيه موجوده، اذا كيخص الاجوبه اللي تشفي الغليل النساء ورجال التعليم. هناك انتظارات كثيرة، ونساء ورجال التعليم وحنا كنقابة تعليمية وكمسؤولين نقابيين سئمنا من الحوارات المغشوشة ومن الحوارات العقيمة والغير المنتجة، نريد نتائج ملموسة لنتفرغ للمناقشات ربما الأمور المتعلقة بالسياسة التعليمية والتعليم في بلادنا والعمومي المجاني الموحد والوحيد لجميع بنات وابناء شعبنا من الاول الى العالي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.